فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال يقول: سمعته يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القنانس. هذه مسألة ثانية في اللباس، أننا نخالف المشركين أيضا في هيئة اللباس، في هيئة اللباس، فلا نلبس اللباس على هيئة ما يلبسه غير المسلمين. ومن ذلك العمائم، العمائم تلبس وهي من الملابس المباحة، ولكن لا تلبس وحدها، بل يكون تحتها قلانس، لأن غير المسلمين يلبسونها بدون أن يكون تحتها شيء. فمن أجل مخالفتهم في الصفة النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تلبس العمائم فوق القلانس، والقلانس جمع قلنسوة، وهي شيء يلبس على الرأس على شكل ما يسميه الناس الآن الطاقية تقريبا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال: غريب، وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركعنة. وهذا القدر لا يمنع أن يعتضى بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك. هذا كما سبق، نعم، أن الحديث الضعيف أنه استدل به في أحوال، ومنها إذا اعتضد بأدلة صحيحة، بأدلة صحيحة، وقد اعتضد هذا بالقاعدة الشرعية وهي تحريم التشبه بغير المسلمين، التشبه بالكفار. نعم. قال: وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع. نعم، هذا هي القاعدة، أن من تحريم التشبه بهم، التشبه بهم في هيئة اللباس الخاصة بهم، فنحن نتجنبها ونغير صفة ملابسنا مخالفة لصفة ملابسهم.